خليني انتقل بهذه الفكره لدكتور اشرف مره ثانيه. دكتور اشرف، يعني الولايات المتحده ستطرح اليوم مشروع قرار في الامم المتحده يدين روسيا، هل يمكن تمرير هذا القرار في الوقت الذي تمتلك فيه روسيا حق الفيتو؟ طبعا من الصعوبه تمرير هذا القرار، لان الفيتو بيدي لروسيا طبعا رفض هذا القرار، بس ده عمل يعني قانوني او اجرائي لاعلان موقف من خلال مجلس الامن. هو الاهم في هذا الشأن هو يعني طول النفس في هذا الصراع، يعني هو خلاص يعني سقطت نظريه الردع مع اطلاق اول صاروخ او اول طلقه، وبالتالي نحن نتحدث عن اليه جديده في دراسات الحرب في التعامل مع المواقف القادمه بالنسبه للموقف الان، يعني اللي هو بيسموها الجريلا او حرب العصابات، البعد عن الجيوش المرتبه المنظمه في التعامل مع المواقف اللي على الارض. يعني هل الاوكرانيين هيندفعوا الى استخدام هذا النوع من القتال؟ نعم. هل يستطيع بوتين ان يتحرك بدبابات داخل اوكرانيا والوصول الى كييف؟ ربما يكون من الصعوبه، لان شكل العمليات الان هو استخدام لصواريخ محدده بدقه تضرب اماكن عسكريه اوكرانيه، لان مزيد من القتلى من الاوكرانيين سيكون له تداعيات خطيره. ولكن وربما دكتور أشرف، يعني هناك تصريح للرئيس الأوكراني بأن روسيا نفذت عمليات يعني صاروخية على بنايات أساسية وعلى حرس الحدود في وقت أيضا فيه توالت ردود الفعل، فنجد أن الناتو يعني تحدث وقال يعني بأنه سوف يفعل كل ما في وسعه من أجل حماية حلفائه. أيضا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قال أن ما يحدث في أوكرانيا هو أمر مروع. أهمية يعني كل هذه ردود الفعل تحديدا، بالإضافة لأن يعني هناك عاجل خرج منذ قليل بأن جو بايدن الرئيس الأمريكي تواصل مع الرئيس الأوكراني وأبلغه بما سوف يتم اتخاذه في يعني الفترة المقبلة أو الليلة تحديدا داخل مجلس الأمن لجمع كل الحشود العالمية أيضا يعني لحشد الإدانة تحديدا. كيف ترى هذه يعني التصريحات؟ هو عادة في الحروب في الطرفين في بعض الأوقات يعني يزيدوا من حجم الخسائر والضرب المدنيين والأماكن المدنية، أو تقليل حجم القتلى أو زيادة حجم القتلى. هذا الأمر لكسب طبعا التعاطف في هذا الشأن. الآن طبعا الأوكرانيين بأنهم تم ضرب بنايات المدنية، ده أمر وارد، إلى أن طبعا هناك تحقيقات والتأكد من هذا الأمر. المهم هو أن أوكرانيا ستكون الطفلة المدللة الآن من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري، لأنها أصبحت الآن هي بين مطرقة وسندان لكسر إرادة. يعني الأطلنطيين أو الحلف الأطلنطي مع طبعا الولايات المتحدة 30 دولة للحرب دي أو الغزو ده بيمثل بداية يا إما انكسار الأطلنطي وأمريكا وتشكيل نظام دولي جديد تقوده روسيا والصين، أو أنهم يمكثون فترة طويلة من الزمن لإدارة النظام الدولي لما تم كسر بوتين. وطبعا أمريكا أعدت العدة لتقييد الصين بعدما جهزت طبعا الهند واليابان وجنوب وكوريا الجنوبية وأستراليا. صحيح. وحلف الأطلنطي. ما زالت أمريكا، وده ليس يعني يعني تعاطفا مع قوة هنا أو هناك، هو التحليل هنا هو تحليل مجرد. ما زالت أمريكا لها من الهوى والرغبة في العالم، لدول العالم، بأنهم ينتمون ويلتفون حول الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقود النظام الدولي. يعني عدد الدول التي تقع في شأن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير،
ليس صغير، بينما تقف الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. يعني هذه دول يعني لا يمكن بالقياس أن تمثل توازنا حقيقيا. صحيح. بكلام مجرد عن حسابات الرقمية للاقتصاد وللإنفاق الدفاعي. نحن الآن نتحدث عن مأساة تحدث الآن للشعب الأوكراني، لأنه يعني شعب ككل الشعوب اختار استقلالا وسيادة، ولكن كان له رغبة في أن يدخل الأطلنطي، وحاول الرئيس الأوكراني التواصل مع بوتين قبل الضرب للحلول أو الوقوف ضد بدء العملية العسكرية. طيب دكتور أشرف، بما أن حضرتك تطرقت لهذه النقطة، يعني أوكرانيا لم تنضم لحلف الناتو رسميا بعد، أو لم تنضم للحلف بعد، ولكن حلف الناتو يعني هناك اجتماع طارئ لسفراء حلف الناتو. عايز أعرف من حضرتك يعني ماذا تتوقع؟ هل سيقوم حلف الناتو بمساعدة أوكرانيا عن طريق إرسال أسلحة فقط، أم أنه سيكون هناك تدخل عسكري؟ هم اوريدي امدوا الاوكرانيين باسلحه متطوره لمواجهه العمليات اللي هي التكتيكيه على الارض، وليس طبعا لاسقاط الصواريخ التي حدثت. بوتين ربما يكون مدركا ان اوكرانيا تكون فخا له ولقواته ولكسر هيبته داخل اوكرانيا، وهو يحاول ان يقوم بهذه العمليه باستخدام الصواريخ بعيدا عن دخول قوات حقيقيه لاحتلال كييف. ولكن اذا دخلت بيلاروسيا في هذه الحرب، لانها طبعا جاره لاوكرانيا، افتكر الامر قد يبقى اصبح متجاوزا لحدود ربما الاطلنطي او دول الاطلنطي تبدا في ضرب بيلاروسيا. يعني ده امر ممكن ان يتوقع في السيناريو القادم، بمعنى إذا موسكو ضربت أوكرانيا فممكن بيلاروسيا تؤدب أيضا من قبل الأطلنطي. يعني هذا أمر اللي هو هيبقى ضرب بالوكالة، يعني في دول الصغيرة، وهذه مأساة الدول الصغيرة في النظام الدولي. نعم دكتور أشرف، ربما يعني ما يبرهن صحة كلامك تصريحات الآن أو خبر عاجل الآن من حرس الحدود بأن الهجمات على أوكرانيا تمت انطلاقا من داخل روسيا وبيلاروسيا. كنت معنا أستاذ أو دكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، شكرا لك.